وشأنه اقتصاديه وكل المؤسسات العمومية أمام مسؤولياتها لدعم وتمويل هرجان حتى يتمكن ميلاني دوره كاملا في بناء الطرح الثقافي المطلوب من جهة والتنشيط السياسي والاقتصادي من جهة ثانية. أمر الجمعية قادة السنة والصحة بل هو مهم للجميع وأكرم ولي للجميع. تعرف أننا سنكون في بوريس بلد من الشعارات واللي كان حسب الرؤية سنكون في بوريس لأن يحدون العزم والصمود لتجاوز كل عوائق وفتح كل الأبواب حتى تلك التي أغلقت في وجوهنا. فشكرا لمحيط الفن والجمال، شكرا لكل من دعمنا وأخص بذلك المركز الإعلامي المغربي، جهة زراعة الجنان، المجلس الجمالي للرشيدية، المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال، المديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة، المركز الجهوي للاستثمار والإبداع. فبفضلهم نقف اليوم أمامكم ونحن نحمل شعار السينما من أجل تجديد وعيه. الآن سنستمع جميعا إلى كلمة السيد رئيس جهة درعا تفيلالتا الأستاذ الحبيب الشغلي فليتفضل مشكورا. يعني استثمارات وأعمال وإنجازات اللي كتخليها كجهة كتستخدم حوالي 45% لما ينفق في الإنتاج الاجتماعي المستوى الوطني. طبعا بقلبها الناظر اللي هو والزازات وبثروتها الطبيعيه فضاءاتها وتراثها وقصورها وقصباتها وصحائها كل هذه الثروه كتأهل اليوم هذه الجهه ان تكون في طبيعه الجهات الوطنيه المستقبله والمتميزه في الصناعه السينمائيه. لكن المفارقه هي انه هذا الحضور ما كيقبلوش الواقع ديال المجتمع في بين قوسين ما يسمونه الاستهلاك اللي صار مصطلحا يسمونه فيكم السياقات الساكنه ديال الجهه مازال ما كتستثمرش وما كتستفدش من هذه الصناعه السينمائيه ومن التمتع بافضل هذا الفن السينمائي. المؤشر الأول هو عدد القاعات السينما اللي كاينة. أنا أذكر منذ 1985 86 89 80 من القرن الماضي وكنت ساعتها عضو خريط في نادي السينمائي في مدينة الرشيدية. كنا كنستمتعوا يعني كل أحد صباحا في القاعة السينما اللي كانت عندنا والتي اليوم يعني تلاشت. كنا نستمتع بعرض الافلام ومناقشه الافلام مع كل من الاساتذه والمهتمين. اليوم كم قاعه سينما في الجهه، كم يعني نشاط منتظم يعني يدمج السينما وفن السينما في الثقافه وفي توسيع دائره وشريحه المهتمين والمنتفعين بهذه الثروه والحلول. أكيد أن المؤشرات سلبية جدا. يقضيوا لحظة ممتعة في التمتع بهذا الفن للسينما، هذا يتطلب مجهود جماعي كبير واستثمارات مهمة، ونؤكد لكم جاهزيتنا على فتح هذا النقاش مع كافة المدخلين لجعل هذا مسألة السينما في صلب انشغال ديالنا المشترك. العربي الحسني فليتفضل مشكورا. أصبحت لها بنية تحتية محترمة تحتضن الأنشطة الفنية الوازنة لكافة المدينة واللي كيكون وراءها ناس غيورون من المجتمع المدني كجمعيات
خبث السينما وتحية لهذه الجمعية المنظمة. في حال كما ورد في كلمة السيد مدير المهرجان، فهذا المهرجان مهرجان الجميع، وعلى رأسها جماعة الرشيدية بصفتها ممثل ساكنة مدينة الرشيدية. أنا أستغرب باهتمام كلمة السيد مدير المهرجان. لفت انتباهي كلام مفاده على أن أنشطة أو المهرجان مهرجان السينمائي للرشيد يتوقف لمدة 3 سنوات، وللأمانة فإن جماعة الرشيدية دائما رهن إشارة العمل الجاد، والذي نعرف على أن جمعية قبث عودتنا دائما أن تكون في الريادة وأن تستضيف فنانين وازنين يعطون إشاعة للمدينة. وما أحوجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى كعاصمة للجهة الفتية كما قال السيد رئيس فيها أن نستخدم فنانين بارزين من طينة المخرج السينمائي المغربي المقتدر مصطفى الدقاوي، وكذلك الفنانين المرافقين له، لأننا نعتبر على أن الفنان هو السفير البليغ الذي يمكن أن يعطي إشاعة ويعرف بمجهودات أي مدينة كانت، خصوصا مدينة تشكل عاصمة لجهة فتية ينتظر منها الكثير. لا من مجلس الجهة ولا من المجلس الجماعي دعم مثل هذه التظاهرات الكبرى وهذا الحضور الغفير من جمهور مدينة الرشيدية خير دليل على أن المدينة عاصمة جهة سرعة فينانس تحتاج إلى الدعم قصد الاستمرارية الدائمة في هذا المجال. فرع الرشيدية فليتفضل الدكتور سعيد كريمي ليلقي كلمة بالمناسبة. وكل الفاعلين والمنضوين تحت لواء جمعية قبث التي صارت رغم تواضع الإخوة أشهر من نار على العالم، وحققت تراكما كبيرا على مستوى الإنتاج، إنتاج كتب وكذلك إنتاج مجموعة من الأشرطة السينمائية. أملي أن نخلق معا مجتمعا مدنيا وشركاء جهة على الخصوص والمجلس البلدي وكل الفاعلين أن نخلق حراكا ثقافيا فعليا في جهة درعة فيلان، لأن التنمية يجب أن تقتضي دائما أن نركز فيها على العنصر البشري. سأذكر الجميع أن جمعية قبس للسينما والثقافة تأسست سنة 2003 من مجموعة من الغيورين المجال الثقافي بمدينة الرشيدية، سلة من المثقفين والفنانين بمدينة الرشيدية، وكان اسم الجمعية القبس، هذا الاسم كان من اقتراح الفنان الشاعر محمد شاكر، فلنصفق بحرارة لهذا الشاعر العظيم الذي استطاع كذلك أن يقدم كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. السينمائي وذلك بتوفيره الكتب وثقت بين دفتيها لكل القراءات والمداخلات والآراء التي أثيرت حول مخرجين تعاقبوا على دورات المهرجان، كتب دسمة ببصمة جنوبية أثرت المكتبة السينمائية الوطنية وقربت السينما المغربية من طلابها وروادها المحليين والوطنيين، إضافة إلى برامج ثقافية مواتية كانت محور احتفاء بالطاقات الإبداعية المحلية والوطنية في مجالات مختلفة من الخلق الفني والإسهام الأدبي والإعلامي، شكلت واجهة للتعريف والتحفيز والإخبار بهذه الفعاليات والاعتراف بعطاءاتها الطيبة
والفاعلة في مجالات شتى. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحباب بدون ملل سنة 1974 رمضان الضرية سنة 76 كما عودتنا جمعية القبس بمهرجانها دائما وجوه فنية نراها فقط على شاشة التلفزيون أو على خشبات المسرح. Yeah.
Thank you.